وفي هذا الصدد أشار سعادة الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان، أشار خلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة إلى أن زيارة جلالة سلطان عمان المعظم لأخيه جلالة الملك المعظم تأتي تأكيدا وترسيخا للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين. يعني من دون أدنى شك بأنه زيارة مولاي حضرة صاحب الجلالة المعظم حفظه الله ورعاه لأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله ورعاه، يعني تأتي تأكيدا وترسيخا للعلاقات التاريخية الضاربة في عمق التاريخ بين عمان. فالحضارة العمانية والحضارة البحرينية ممتدة قديمة بحضارة مجان ومزون، وتربطها بحضارة دلمون، فعلى مستوى الجزيرة العربية هي الحضارتين الأقدم تاريخيا في منطقة الجزيرة العربية. ومن دون أدنى شك بأنه على المستوى السياسي وعلى مستوى الشعبي وصلنا إلى إيوج العلاقات فيما بين الجانبين، وكل ما علينا في المرحلة القادمة هو تعزيز أكثر للتعاون الاقتصادي بين الجانبين. وأعتقد بأنه هذه الزيارة تأتي تتويجا يعني مزيد من التعاون والتنسيق فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي. على المستوى البرلماني نحن حقيقة تربطنا علاقات تنسيق كبيرة جدا بين نظرائنا في مجلس النواب البحريني وكذلك في مجلس الشورى. هذه تأتي حقيقة دائما تتويجا وترسيخا لمدى العلاقات الأخوية. وعادنا ما فيني أتكلم عن علاقة الشعبين، يعني العماني والبحريني، يشعر الإنسان وكأنه يعني البحريني عماني والعماني بحريني. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني كل النجاح والتوفيق والازدهار للبلدين أجمعين.